سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركه الله. صلوا على النبي وسلموا تسليما. ان شاء الله نهاركم زين. اليوم حندير معكم كيكه ذوق الشوكولا، جينواز الاسفنجيه ذوق الشوكولا. رابط الوصفه تصيبوها في صندوق الوصف. الفواج بالشوكولا ولا ديكوراسيون بالشوكولا والفواكه. البنات، لاول مره حنخدم كيكه، مانيش عارفه كاش كاع كاش حنخدمها، لان هاد الكيكه يعني فريمون والله ما قدرت، صراحه ما قدرتش نخدمها. ولا شفيتو البنات، ابن صديقتي هاني العام اللي فات في نوفمبر مات الله يرحمه. بيريود نهار مات بالذات جا كنت مريضه، جا طلع عليا قال لي خالتي ابراي باش ديري لي الكيكه تاعي تاع البكالوريا، وكان تلميذ راه يبارك بسم الله ما شاء الله، تلميذ مجتهد. ويا الله ما صدتش واش نهضر. ايبا حبط عند ماما، قالها ماما اجري عند خالتي ما شكيش توصلي لها. وشاء الله ما قدر وفعل، راح يلعب بالو. مات ربي يرحمه هاني، ان شاء الله متوك الجنه. على بالي لو كان هاك عايش، على بالي لو كان جبت الباك بامتياز وفرحت لامي ما تاعك، لكن ان شاء الله تفوز بالجنه، وهذاك اعظم فوز في الاخره ان شاء الله. ايبا وعدته قلت له وعد نبربك انا ندير لك الكيكه الكيكه تاعك في النجاح. صدقوني نهار جوزو الباك مرضت، نهار الغزيلتا مرضت، نهار يا الله والله غير كانه وليدي اسلام. انا وعدته ان شاء الله نقدر نوفي الوعد. الام تاعو هضرت معايا قالت لي ديري لي الصوره تاع وليدي هاني. سقسيت اهل الدين قالوا لي ايفيتي الصوره تاع ميت ماشي مليح. فوالا، اذا تفهمت الام تاعو. نقول لك نبيله ان شاء الله ربي يصبرك على هاني ان شاء الله، وان شاء الله تصيبيه في الجنه. ماشي سهله تدفني الكبده تاعك، ماشي سهله يا الله. مي واش نقولوا، الوغ هاد الكيكه صدقه جاريه على هاني. وخاوتي خياتي نحبكم كامل هنا تدعوا له بالرحمه. كان الولد الطيب، صدقوني كان الولد الطيب. ربي يرحمك هاني ويصبر اميمتك ان شاء الله. وهاد الكيكه ان شاء الله ياكلوا منها صحابك اللي كانوا يجوزوا معاك الباك. الوغ نولي الكيكه تاع هاني ربي يرحمه. جينواز اسفنجيه ذوق الشوكولا ذوق البندق. درت باتاغوم البندق، عندي شربات كاس سكر زوج كيسان ما، كريمه الشانتيي كاس غبره الشانتيي كاس الا ربع حليب بارد. طلعتها مليح البنات، زدت لها جبن طازج طبيعي وزدت لها شوكولا للطاي، شوكولا طاختيني. البنات كنقول لكم كاس 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 غبره الشونتي، يعني عطيتكم المقدار صغير، ماشي هاد الكيكه عم بالكم ترفد كاس غبره الشونتي ضعف في وقعت اربعه ولا خمسه ما في الشربات. كنقول لكم كاس سكر، ماشي يعني كاس سكر يكفيكم شربات، انتم ما ضعف. ونعطيكم ديما المقادير الصغيره. نبداو على بركه الله. حطيت الجينواز بعد ما نقيت هذيك القشره اللي من الفوق، حطيت السيرسو هكذا البنات. نشرب الجينواز. فوالا هاني حضرت له كامل النجاحات تاعو في البيام، انا درت له الكيكه وفرح مع صحابو. فوالا شربها مليح، ما شربتها مليح البنات. كريمه الشونتي بذوق الشوكولا حندير تغلوتو. فوالا كيما راكم تشوفوا، نغلف كامل الكيكه ونولي لكم. بالنسبه للفواكه درت التفاح طازج يعني طايب البنات، كيما راكم تشوفوا قطعته شرائح رقاق رقاق. طيبت الشربات البنات، شربات كيما نوسي اني طيبها دوكا تاني نوجدها للكيكه اللي جايه. راهي سخونه البنات، ما رميتش التفاح داخل الكاسرونه يغلي، نو رفدت بالغرف هكذا من الشربات كي طايب ودرتها هكذايا ونحطه في الثلاجه يبرد. بيان سور ما ديروه سخون فوق كريمه الشونتيي جوست يدبر
الجبال وتدخل له الشربات فقط نحطوه في كوم ديكوراسيون ولا فوراج. هلا البنات اورد لي التفاح، شوفوا كاش دبال لي. هذه لاستوس اللي نديروها في الكيكات. فوالا نبدا نرفد التفاحات ولا صفيه لك الاختيار. نعمر كامل الكيكه هكذايا، ثاني كيجي بنا ولا الربع نسدفو كامل هكذايا. ايوا البنات شوفوا عمرتها بلي طرونش تاع التفاح مدبلين في الشربات. فوالا حشو بنين، فواج يعني طبيعي بالتقريب 4 تفاحات متوسطة الحجم لكن من النوعية الجيدة. ديك الشابة البنات اللي فيها القشرة الله الله تهبل. ولا نزيد الطبقة الثانية البنات، نحطها فوق فوق التفاح والكريمة. فوالا نضغط مليح كذلك البنات نشربها. حنشربها البنات بالسيرو هذايا اللي درت فيه التفاح، خير ما يقعد لي هكاك. ونكمل بالشربات العادية. البنات استعملت لابوش بنفس الكريمة وحنغلق الطبقة الأخيرة هكذايا. نبدأ تور لتور نملى الفراغات فوالا حتى نغطي السطح كامل. نبدأ نليسي في الكيكة توجور. نقول لكم عندكم منشفة تكون بالماء سخون ونمسحو بها السباتشول. دوكا نزيد البنات بالكوبات فوالا هكذايا، نحي السوائل وين يكونوا فراغات نعاود نديرهم من حتى نتحصلوا على سطح يعني متساوي. فوالا شوفوا هنا الفارغه اللي نحيتها نرجعها. فوالا شوفوا البنات طريقه جد سهله. دوكا نبدا الليسي. فوالا البنات شوفوا ما نضغطش مليح بزاف ونجبد هكذايا. نمسحوها في الريسيبيون اللي فيه الشونتيي. اي فوالا ضربه زوج بالكريمه الشونتيي تتليسا. نمسح السيرسو تاعي البنات باش تكون الخدمه نظيفه. هكذا البنات نخليها في الثلاجه ليله كامله. بعد ما بلست ليله كامله الكيكه ذوق الشوكولا. شوفوا كاش ولات بالسيشوار البنات كيما عودتكم. ما بقيت زايد عيده فوالا. ما معكمش سيشوار البنات بالشاليمو ولا منشفه هكذايا ديروها في الماء سخون. فوالا شوفوا اني نحيت السيرسو. عندي ناباج اون سبراي لا جولي هكذايا البنات. عندي كريمة الشانتيي الحشو غلفتها بكريمة الشانتيي مع شوكولا تارتيني و هذه يا البنات درتها كلير، درتها لون الباج، درت لها كول البنات باتاغون ذوق البندق. الفواكه الموسمية حندير بها لا ديكوراسيون. عودتكم البنات حندير ياسمينات هكذايا. نغطي الفراغات شوفوا نكمل تغليتو ونولي لكم نوصيهم معكم طريقة جد سهلة. تغليتو راني درت ياسمينات دوكا واش نوصي يدي تزلق. نوصي هكذا البنات وندور ونحبط. شوفوا كريمة الشونتيي كأنها كريمة الزبدة. فوالا وين نحبس البنات ندور ونبدا هكذا. انا كملت الكيكه تاعي شوفوا كاش جات. فوالا نزيد نعمر الفراغات فقط. فوالا وانتهينا من الكريم. هذه هي الكيكه كيما قلت لكم البنات ما حبيت نكتب فوقها والو، ما حبيت ندير فوقها والو
حبيت نديكوريها جوست بالفواكه. عندي كمية من العنب الأحمر والأخضر، عندي تفاح، عندي موزة، عندي إجاصة، عندي لابلونش. فوالا حنبدأ البنات نديكوري. فوالا أنا حابة ندير هنا ديكوتي. فوالا أنا حابة هاد الكوتي كامل نديرو فواكه. نبدأ ندير في العنب. مجرد ديكور. وعلى نحكم الموز، نحكم الموز نديرو دي ترونش هكذايا. فوالا هذيك لا بوينت نديرها، شوفوا نديرها للفوق. والبنات التفاحه قطعت هذه ترونش هكذايا وما حليتهاش، خليتها هكذا البنات. نزيد ندير العنب تغلوتو، هاد الخضار بشكل طولي. فوالا نكمل ندير دوكا الموز هكذايا. فوالا ونحط نصف تفاحه اخرى هنايا. شوفوا البنات كاش جات دو كوتي. نزيد الإجاز لكم الاختيار، نحط شويه إجاز منا. فوالا نفكيه هنايا. اي فاكهه عندكم، كيوي هكذا، اي فاكهه عندكم ديروه. فوالا البنات الإجاصه اللي بقات لي نحيت منها، شوفوا كاش قطعتها. فوالا نديرها كذلك هنا دو كوتي، نحاول نوقفها هكذايا. اي فوالا هذه هي الكيكه تاع هاني ربي يرحمه. فوالا حنزيد لا بلونش درتها بالقفه، حبيت ندير اللون شويه الاحمر باسكو الابيض راهو بزاف يعني. اكدوا لي البنات اني نكثر العنب، لان هاني الله يرحمه دابخي كي كان يجيني يحب العنب. فوالا سي بوغ سا راني نكثر في العنب. واخر ما اكله عندي ربي يرحمه هذا النوع تاع العنب. فوالا البنات هذه هي الكيكه مع الاخر كلمسه اخيره. شوفوا عندي هاد الفراشه حنديرها كومون ديكور هنايا، نوقفها. فوالا البنات هكذايا فراشه بو لا ديكوراسيون. حطت جوست هنايا الفواكه في فوق الكيكه. شتوني في الفوغاج درت التفاح البنات، النوعيه الجيده درت التفاح، لكن ما درتوش مباشره، ماشي كيما الموز والفراوله. قلت لكم درت الشربات كالسكر زوج كيسان ما درتهم يغليو 10 دقائق بعد الغلاين، ومن بعد طفيت البنات هذوك لذاك التفاح قطعته دي طونج ودرتو فيها، خليته حتى يبرد باش وسيت بها الفوغاج. اما الفواكه من فوق ضروري البنات ديروا لا جولي، سواء بالبانسو او بهذه ناباج اون سبراي يعني بهاد البخاخه. فوالا شغل حاجه تساعد بزاف باش تحافظ على الفواكه تاعنا. شوفوا يدير لابغيونس او ميم طون شغل براتيك يعني تساعدنا. ما تقيسلكمش كريمه القاعده. شوفوا البنات لابغيونس فوالا. لو كان ما نديروش الناباج الفواكه تاعنا تكحل وتدبال وهذه هي ويقع المشكل. فوالا هكذا وراء الفاكهه ضروري نديروها كامل. صوروها البنات
كيتصيبوها في المحل رخيصة يعني 10,000 واقيل فوالا كيتصيبوها اشروها اي فوالا لا زيادة ولا نقصان اي فوالا البنات هذا هو الشكل النهائي تاع كيكة وحجم كبير ذوق الشوكولا بديكور الفواكه نورمالمون تكون كيكة النجاح ما كنتش حنديرها له هكذا كنت حنديرها له بلوس 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 بعيدة بزاف كيما فرحت بولادي نفرح بهاني كان حيجوز شهادة البكالوريا لكن الحمد لله الحمد لله والحمد لله ربي يرحمه هاني وعدته لا طلب مني وانا قلت له وعد مني ان شاء الله وعدت وفيت بالوعد بالك بعد الوفاة تولي شغل وصية إن شاء الله تفهموني شغل وصية والحمد لله اللي قدرت نوفي هذه الوصية هذا ونريحت صدقوني البنات هذا ونريحت هذه الكيكة صدقة جارية على هاني ابن صديقتي نبيلة هاني سيساوي هاني كان نعم الولد نعم الولد الله يبارك نهار مات الباب الواد كامل حزنت عليه المساجد المدارس غلقوا كامل المدارس في وقت تاع الدفن في الجنازة ديالو نبيلة نقول لك شهر ربي صبرك أختي نبيلة الأم تاعو مرمضان وروح دون تستوعب بلي الابن تاعها عبالكم جوزت وقت صعيب 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 رمضان العيد نهار جوزوا الباك نهار الغزيلتا تاع الباك يا الله راهي كل مرحلة من هذه الحياة راهي تعاني دعوا لها إن شاء الله ربي يصبرها إن شاء الله ويطيح الرحمة والصبر في قلبها على هاني وإن شاء الله تفرح بولادها إن شاء الله ونبيلو لك تسمعي فيا أن يقولها لك قدام الملأ سبقوا ولادك تزوجوا ولا ولادي تزوجوا أول اسم سموا ولاد ولادنا هاني احنا نحكموا في ولادنا البنات مانيش عارفه واش يقولوا رجالهم مي وعد مني سواء إسلام وليدي سواء فاروق سبقوا الولد الأولاني إن شاء الله يا ربي طوالة العمر الولد الأولاني نسميوه هاني إن شاء الله يا ربي نبيلة والله ربي صبرك أختي هاني فزت يعني كما يقول لك أكبر يعني فوز إن شاء الله إن شاء الله تفوز بالجنة هاني إن شاء الله ربي يرحمك ويوسع عليك وإن شاء الله صحابك كامل يأكلوا مهاد الكيكة ألغ البنات نولي لكم البنات إن شاء الله يكون عجبكم الديكور عجبتكم لا فيديو والديكور والفوراج ديروا لايك وابوني للقناة وبكم أتستمر نحبكم بزاف دمتم في رعاية الله وحفظه سلام.